السلام عليكم. شو بير دي زاد، رانا ولينا باني كالعاده معكم. اليوم جينا نتكلموا على بريمي ليغ، لو بريمي ليغ وهي انجليز. جينا نتكلموا على مانشستر سيتي، هذا الفريق اللي كي نتكلموا على النجاحات تاع المدرب تاعو، ويعطي الامثله ويعطي المثل في العمل والاجتهاد والقرايه بانك، ماشي في البلاطوات، مشي مع الصحافة، مشي يمشي تمشيه الصحافة، مشي تشهر فيه الصحافة، ما يكذبش على الشعب، ما يقولش عندي مشروع وبالكذب، ما يوريش لي ديبلوم تاع كواع تاع سكر ويقول هذو هو ما عندي لي ديبلوم، عنده شهادة حضور يقول لهم بلي أنا عندي لي ديبلوم، ما قعدش 15 عام ومن بعد ولا يخدم، إنسان لي في الميدان عايش يريسبيري العشب، يشم ريحة الغازون، يخدم الناس اللي تخدم. وكي نقولوا مانشستر سيتي رايحة نحو صناعة تاريخ وأرقام قياسية تاريخية، تنتظر مانشستر سيتي هذا الموسم. كي نتكلموا على غوارديولا، الخدمة والتفنن في العمل، يسهر العمل تاعو، ماشي لاهي اشهارات، مشي له يروح للسفارات يحرق ولاد بلاده، فاهمني؟ الناس اللي تخدم، مشي عنده صحافيين يبانوا علينا من الخميس الخميس، من الحد الحد يمدحوا، لا، يخليك تهدر عليه بالعمل تاعو، خلي العمل تاعو يتكلم عليه، العمل تاعو قدامه، مشي يقول لهم روحوا ديروا اليوتيوب تسيبوا بيب غوارديولا لاعب مع البارسا، لا، هذه ما كانش، يأمنوا بالحاضر والمستقبل، الماضي يدسوه، التاريخ تاعهم يدسوه، ويمشوا مع الحاضر والمستقبل، والماضي تاعهم يدسوه، تاريخ خلوه تاريخ. نجح مانشستر سيتي ومدربه بيب غوارديولا في خط الأنظار والسيطرة على الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعد سلسلة كبيرة من الانتصارات والمستويات المميزة والنتائج استثنائية، كل هذا جعل النادي الأزرق السماوي يستهدف تحطيم 10 أرقام قياسية مع نهاية الموسم الحالي، وبالتالي سيكون المدرب الإسباني بيب غوارديولا قادر على محو كل إنجازات وتاريخ المدربين والأندية التي مرت على تاريخ البطولة الإنجليزية والدوري الإنجليزي بشكل عام، ولم يبقى سوى 11 جولة فقط حتى يثبت مانشستر سيتي أنفسهم ويحطموا كل هذه الأرقام القياسية التاريخية في نهاية المطاف. ناس اللي رايحة يخمم يدي الشامبيون يحطم أرقام لعبته ويحطموا أرقام فانيك، وفي البداية يضع مانشستر سيتي ومدربه بيب غوارديولا هدف رئيسي لهم بأنهم سوف هذا الموسم بإنهاء الموسم في المركز الأول وتحقيق اللقب الإنجليزي. بعد مرور 27 جولة يملك الفريق 72 نقطة مع بقاء 33 نقطة أخرى في المزاد، وهو ما يعني أن السيتي قادر على تحطيم الأرقام القياسية التاريخية المسجلة باسم تشيلسي في عدد النقاط ضمن الموسم واحد، والذي حققه مورينيو مع النادي الأندوني موسم 2004-2005 بحصده 95 نقطة إضافية. إلى ذلك يستطيع السيتي إضافة رقم قياسي آخر، وهو إنهاء الموسم في المركز الأول بأكبر فرق نقاط من عن الوصيف، حيث ينفرد مانشستر يونايتد بهذا الإنجاز عقب فوزه بلقب 1999 و2000 بفرق 18 نقطة على أرسنال. يعني هذا الفريق ماهوش يحوس يدي غير الشامبيون برك، يحوس يحطم أرقام قياسية أخرى، يحوس التاريخ تاع الفريق، مش يحوسوا احنا يا 78 دينا لاكوب ودي ما كاش لي يزيد يديها، لا، الناس تحوس تخدم، تجي ناس تحوس تحطم، تجي يأمنوا بالمستقبل، يشوفوا قدامهم ما يشوفوش موراهم، احنا هذه اللي خاصنا، الناس اللي يخدموا كيما هكا، هذو هما
هذه هي، وربي يحفظكم. ونزيدوا فانيك، نزيدوا نكشفوا امور، ونزيدوا نهضروا على امور واحده اخرى. وصحيتوا، ربي يحفظكم.